أما يوم البعث فستعود الكرة الأرضية فقط إلى الساحة، ولم تكون ذات شكل كروي، ستكون مسطحة. قال تعالى: وإذا الأرض مدت. والحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على صعيد واحد، وسيكون سطح الأرض رمل. قال تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلة، كثبان رملية. وكثافة الإنسان أخف من كثافة الرمل، فبهزة خفيفة راح نطوف على الوجه. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. متى ما أصبحنا على السطح، صيحة واحدة، زجرة واحدة، ما لها من فواق، ما في داعي نكررها، ما لا تكرار. أحيانا النائم ما بيفيق من الصيحة الأولى. قال تعالى: ما لها من فواق، ما لها من تكرار، صيحة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم قيام ينظرون. السماوات مكشوطة تماما، لا نجم ولا قمر ولا شمس، ظلام حقيقي 100% يعم الكون، وكل إنسان يحمل أوزاره وماشي بالرمل. وفوضى عارمة تعم الأرض، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ويكون الناس كالفراش المبسوس، وإذا القبور بعثرت، فوضى عارمة وظلام مطلق. بهذا الموقف بالذات، وهذه بشرى للجميع، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فقط المؤمنون لديهم نور. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الآية الأخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الملائكة الكرام ترجع المنافقين من كل الجهات، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بعد رجوع المنافقين يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالوسط، فتتابع الآية بشكل شريط فيديو رائع. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.